انا عايزه افهم حاجه، الهوم ورك اللي انا قلت عليه ما اتعملش ليه؟ ها؟ انا مش قلت لازم نذاكر الحاجات علشان ما ننساهاش لحد ما ننقل في المدرسه هنا؟ احنا كنا بنلعب مع كوكي لانها نايمه وزهقانه. حلو قوي، وانا ما قلتش حاجه، نلعب مع كوكي شويه ونذاكر شويه، حبه كده وحبه كده، وبعدين دي حاجات بسيطه، امال هتعملوا ايه بقى لما تذاكروا في ساهورس واقليدس زي ماما؟ مالكم تنحين كده؟ طيب امتى نروح المدرسه؟ بكره هبقى اروح اسال، وبعدين هبقى اعدي على الشقه كمان علشان ننقل بقى في شقتنا وتجروا تلعبوا زي ما انتوا عايزين. لا انا عايز اقعد هنا مع كوكي. هو احنا مش هنسافر السعوديه لبابا؟ ما هي دي الاسئله اللي تجيب حموضه بقى. انا قلت اعمل لنا كوبايتين شاي نشربهم سوا. طب كوكي زمانها صحي، تعالى معايا يا حمزه. يلا روح. تسلمي ايدك يا مجديه. تسلمي يا حبيبتي، والله لو كنت بعرف اقرا واكتب كويس كان زماني قعدت ذاكرت معاهم، بس الله يسامحهم بقى ابويا وامي. صحيح يا مجديه، لو كوكي دخلت المدرسه واحتاجتك تساعديها هتعملي ايه؟ والله يا دلال ما اعرف، ده انا شكلي هيطلع وحش قوي قدامها، ده انا يا دوبك بعرف افك الخط. الله يرحمه الاستاذ عبد البديع القمحاوي، من ساعه ما وقفت البرامج بتاعته والناس بطلت تشغل دماغها. عارفه ده مين ده؟ ان شاء الله الاستاذ عبد البديع القمحاوي. ده مين؟ والله ما اعرفه. اه انت برضه يمكن ما توعيش عليه، بتاع يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه بدل البصمه ترارارارا تكون امضاء. بتضحكي على ايه؟ قولي معايا. اقول ايه ده ليه؟ يا لو اقول لك قولي الف باء تاء ثاء. ما تقولي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ سهله، قولي ورايا، قولي الف باء تاء ثاء. على الصوت. يلا يا مجديه بقى. بتقولي ايه؟ ألف باء تاء ثاء. ألف باء تاء ثاء. برافو، يلا خدتي الشهادة، برافو. صحيح يا مجدية، ما تتعلمي. وأنا أتعلم إزاي يعني وفين؟ منازل، في ستات كتيرة قوي قوي بعد ما ربوا وكبروا ولادهم وكمان جوزوهم اتعلموا كده وخدوا كمان شهادات عالية. لو النبي. أو النبي. أتعلم كده وجلال ما يستقلش بيا؟ وانت مفيش في دماغك اللي جلال؟ تعلمي عشان نفسك، عشان بنتك. من النبي فكرة حلوة، وساعتها انزل اشتغل كمان. عجبتك؟ اه. طب الحمد لله. بكرة على فكرة هنزل اسأل للولاد على المدرسة، وبالمرة هسألك انت كمان. ربنا يخليكي ليا يا دلال. تسلمي يا حبيبتي. ايه ده؟ صورة الأستاذ خالد. أستاذ خالد. طيب حاسبكم انتوا بقى تتكلموا مع بعض براحتكم. ماشي يا مجدية. ازيك يا خالد؟ ازيك يا دلال؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازيك؟ وازاي العيال؟ حمزة عامل ايه؟ عمر عامل ايه؟ ازيك يا خالد؟ كلمتك امبارح مرتين. كنت نمت بقى يا دودو، والله العظيم ده انا شقيان، انت عارفة. الحمد لله ده انا حتى اما رجعت هنا لقيتهم عاملين لي مشكلة عشان الكام يوم اللي اتأخرتهم دول. بس الحمد لله عدت على خير يعني. اه لا عندك حق، ده حتى التفاح غلي. واخبار امك ايه؟ في جديد؟ لا مفيش جديد. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. انت مالك وشك خاسس كده؟ تاكليش ولا ايه يا بنتي؟ والعيال ما بياكلوش هما كمان ولا ايه؟ جرى ايه يا خالد؟ واحنا قاعدين في الشارع. اخبار الشقة ايه؟ بكرة هبقى اروح اسأل. والله العظيم غاوية انت. تدعب يا دلال وهد على الفاضي. يا بنتي الناس من الشقة خلصانة. روحي افرشوها وانبسطوا كده، فرحي العيال بيها. جرى ايه يا خالد؟ ما كفاية كلام عن الأكل وعن العيال، أنا رحت فين؟ ايوه يا بنتي، ما انا سالت عليك قلت لك مالك خاسه كده وبتاع. صحتك؟ وانا بطمن عليك يا دودو، في ايه؟ لا كتر خيرك قوي. معلش بقى يا دلال، انا هضطر دلوقتي اقفل عشان الباقه، بس لسه ما جددتهاش وقربت تخلص، مش عايزها تفصل بس واحنا بنكلم بعض. ماشي؟ طب يلا خلي بالك بقى انت من الولاد، وخلي بالك من نفسك ومن العيال، وان شاء الله تلاقوا. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه ابو الكرم. مع السلامه حبيبي.